بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيتمنى عزيزين مرحبا بكم في القناة في نادور. تشكاري خي نوات تصغض في القناة وكني وحفظ إلى رب العالمين. وتشكاري الإخواني جان داخل وخارج أرض الوطن. إخواني كما العادة إني وظن غي جنبوا الاشتراك. تمني إن شاء الله دي فيديو يا وانيتا أكن تفعل مثل الاشتراك لهم وتتنبو تفعيل الجرس وباش كنو تكوذ المرة الجديدين. ما دي السماء نوزدان السيوض نهارة ثبرت المعاناة بالنسبة للسكان مليلية وقد زريم كل شيء تمدي سمعت وانقدجن فيديو يظنط، ولكن هنا قد طلب في أقرب وقت كانها 15 ذي ستة يقيم صعب عيامة يتمدي سمع قدير اكتازي مانايا قدير اكتازي مانايا قرخوا المشكل جي مشكل ضب قران بالنسبة يوضاني مغا الله يحسن عاون بنادم غاس 70 سنة غاس 75 سنة وزمان غادي راجع وما لا يقن سير تخصيض النظ، ولكن شي الناس زون تو تبرت ان شاء الله غير المسؤولين وتمني ان شاء الله تاوض ثبرتها غير رئيس الجمارك نابل الخضر غاستوي ان شاء الله باش اذانين اذانين شويه الجمارك لان قنيغم المشكله مقرني ما دي السماء هو رميدانين اضبعني والمشكله اضبعني ضروري خصت تبعث وذو ني جد المشكله مقرن المشكله باش يضيع يضبع يقصد يضبع الجن زيد خمي غيضبع الجن عادي تغير اسم النغنيه مزلو بقا يخسداني الجمارك باش هو يتوقع بو الازدحام خواتاتي بالنسبه للسكان ديال مليليه غادي بون على هاد الازدحام وعلى هاد على هاد السيرفيس اللي كديرو الجمارك ديال بلينصار هما كيتمنوا وكيتمنوا ان شاء الله للمسؤولين باش يزيدوا على الاقل شويه ديال الجمارك باش ان شاء الله باش يوسعوا شويه ديال الطرقه لان صراحه كما شفنا البارح واحد الفيديو من داخل مليليا الازدحام كاينين الناس تبارك الله كبارين تقريبا كاينين الناس اللي عندهم 70 سنه 80 سنه ما يقدروش يصبروا 7 ديال السوايع ولا 5 ديال السوايع باش يخرج يعني للمغرب منه ان شاء الله توصل الرساله للرئيس الجمارك نابل الخضر ان شاء الله باش يدير الحل للسكان ديال مليليه وكما شفنا اخوتي اخواتاتي كما شفنا في هذه الايام يعني من نهار فتحت مليليه يعني داروا واحد القانون جديد بالنسبه للجمارك هو الطابع بالنسبه لسكان مليليه الا بغاو يخرجوا الناظور خص ضروري يتبع في باسبور ولكن هما كيطلبوا من الرئيس ديال الجمارك باش يزيدوا شويه ديال الجمارك في المعبر ديال بلينصا باش يحلوا هاد المشاكل وهاد المعاناه صراحه المعاناه ومعاناه وبالنسبه للناس اللي كبارين ما يقدروش يصبروا الناس اللي عندهم كاينين اللي عندهم 65 عام كاين اللي عندهم 70 عام ما يقدروش كاينين الناس اللي راهم مراضين ما يقدروش يصبروا ما يقدروش يصبروا 5 ديال السوايع ولا 4 ديال السوايع يعني ما يقدروش وما كيطلبوا من المسؤولين يديروا الحل لهاد يعني لهاد المعاناه اللي كيعيشوها السكان ديال مليليه مرواقين بالحلايه ما دي السماء اتفودي تفغر هذه الجن ذاني تغى المغرب والمشكل ما يموت تفغنيت ما دي السماء والمشكل كصحاب الخارج الجاليه اتفغنها 15 نهار 15 هذه بداو غاربوا زي يعني زي اوروبا مليليه بدات خدمة يعني يعني دي خدمه المعبر مليليه وتفق ميديتاس صحاب الخارج تفتمون اك السكان مليليه والمشكله زمن توقع النخو اني متخاس انها 15 من غيوقع اتوقع جل كارثه طمقرا صراحه ما الواقين بول الحل ما الواقين بول الحل اتوقع جل كارثه طمقرا وش نتمنى ان شاء الله ثبرت غتعوض نتمنى ان شاء الله ولو تعوض غثبرت ان شاء الله وهذا غزان صراحه الغزان يعني السكان مليليه ما مش تعيشن صراحه تعيشن يجي المعاناه يجي المعاناه يورث لها يجي المعاناه يورث لها صراحه شي نتمني ان شاء الله التبرت على المسؤولين باش تقل الحل قالوا غمي تمدي السماء مريكا جين انها 15 قد قيمه صعب ايام مروا قلبوا الحل صراحه ما مش غايق ما مش غايق لا صحاب الخارج وزما تفغن راد راد السكان مليليه وزما تفغن بالنسبة إلى ما لقاوش الحل لهاد السكان أو المعبر ديال ما بين برينصار ومليليا راه غادي توقع واحد الكارثة نهار 15 في شهر 6 بقات له 4 أيام لأن غادي يدخلوا الجالية
بالنسبه للجاليه راه عملت مرحبا راه بدات، ولكن بالنسبه للجاليه راه غيجيو نهار 15، نهار 15 الى ما لقاوش الحل بالنسبه للجمارك راه غتوقع واحد الكارثه اخوتي اخواتاتي. بالنسبه راه شنو وقع دابا راه بالنسبه لنا راه 15 غادي توقع كمر، يعني اكثر من هذا الشيء، اكثر من هذا الشيء. وكنتمنى ان شاء الله بالنسبه للمسؤولين يدخلوا في هذا الشيء، يدخلوا في هذا الشيء باش يزيدوا الجمارك. فين غادي يتبعوا؟ راه بالنسبه للجاليه راه غادي يتبعوا، والسكان ديال مليلة راه غادي يتبعوا. وكنتمنى ان شاء الله هذه الرساله توصل الى المسؤولين باش يلقاو الحل لهاد، يعني لهاد السكان مليلية وحتى الجاليه. خوتي خواتاتي بالنسبه للناس اللي ما دارينش الاشتراك، كنتمنى لكم ان شاء الله تعاملوا معنا بالاشتراك ديالكم باش تكبر هذه القناه. الله يجازيكم بخير. بالنسبه للناس اللي ما عملوناش باللايك، عملونا باللايك، الله يجازيكم بخير. وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.